اليوم غادي نديروا لعبه الحظ مع الهامستر ميمي ونشوفوا حظوظ المنتخب المغربي في الفوز امام منتخب كونغو الديمقراطيه في مباراه اليوم في كاس افريقيا. درنا 3 ديال لي درابو، واحد في المنتخب المغربي وواحد ديال كونغو الديمقراطيه وواحد فيه بزوج، يعني التعادل. واللي غادي تمشي فوق منه ميمي وتاكل الزريعه هو المنتخب الفائز اليوم حسب التوقعات. على بركة الله، يلا هميمي سيري فوق الدغابو ديال المنتخب المغربي، بغينا الأسود اليوم تربح وتحمر لنا وجهنا. لا 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 لا، رجعي شوية ميمي، خليك تما، خليك فوق الدغابو ديال المنتخب المغربي. حتى التعادل ما بغيناش ميمي، غير رجعي غير رجعي، بلا ما تاكلي زريعة من تما، ورجعي كلي زريعة من الدغابو ديال المنتخب المغربي. ميمي راه الزريعة بنينة في الدغابو ديال المنتخب المغربي، رجعي راه بغيناه يربح اليوم. لا 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 لا، ما تاكليش ميمي، هذيك الزريعة راه ما بنيناش، رجعي الدرابو ديال المنتخب المغربي، راه قلت لك ما بنيناش. وللأسف الهامستر ميمي توقعات فوز منتخب كونغو الديمقراطية على منتخب المغربي اليوم في مباراة مهمة في هذه المنافسة القارية في كأس إفريقيا، وعكس كل التوقعات كنتمناو الفوز للمنتخب المغربي ونتمناو الأسود يفرحوا المغاربة كاملين في هذه المنافسة القارية المهمة.